مؤمن جدها زوجة أبوي مرسلة من البقالة هالوقت تبغاني أنسرك بالقوة. ليش مقوميني نص الليل؟ اجتهد شاني، روح البقالة جبيلي وشوف لولو وش تبي. جبيلي عصير طماط. طب ليش ما راحت لولو دامها قايمة؟ أنا أكبر منك احترميني. لا أنا أكبر منك بسنة. أجل أنا أصغر منك ارحميني. متى أكبر وتزوج وأفتك منهم؟ بسم الله، وش ذا الصوت؟ أروح أساعدها ولا أهرب؟ وش أسوي؟ طفلي يصيح مع أهله. إن شاء الله أهلي يبقوا مع بعض ما ينفصل. يا بنيتي، عندي 3 أحفاد ونص يحتاجون شي يأكلونه وملابس ماركة، أعطيني من مال الله. والله حاسة بشعورك، أنا منتظة زيك، بس معي هذا، تفضلي. أنت أول واحدة ترحمني وتعطيني فلوس من شهر كامل. ممكن عشانك تفجعينهم وهم ماشيين بالشارع بنص الليل. ممكن الناس تهرب مني عشاني قبيحة وأسناني تحتاج تقويم. بالعكس تجننين، وأسنانك مرتبة ما شاء الله. أنت كم طيبة يا حلا. الله يحميك يا بنتي، الله يسخر لك عيال الحلال. ليش تصرخين؟ ليش تصرخين؟ الله يبعد عنك يا عيال الحلال. هلا، جبتي الشاني؟ تخيلي، لو في عجوز قاعدة تتصارخ وتدعي. ما ضربت قصة حياتك، جبتي الشاني ولا لا؟ هي جبته، هذا هو. متى حياتي تصير شبه سعيدة؟ تتوقعين أنا مين يا شطورة؟ أتوقع أنك هنوف. كيف عرفتي؟ من ريحة عطري؟ لا صراحة، من ريحة فمك. يلا صباح خير، ايش فيكم نفسه من الصبح؟ لا بس في اشياء كثير مضايقتني. زي صح، ما قلت لك الناس طايحه بلعبه جديده تجنن، وصراحه سخيفه شوي، بس الحلو فيها يمديك بعد ما تخلصين الجيم تتهاوشين بالخال لو فهمه ايش قصدي. بنوت، سمعتوا عن حوادث الخطف بالمدينة؟ لا، بس سمعنا عن مزيل العرق. بنت اسمها رغد اختفت امس، لا تطلعون للشارع لحالكم ابد، فاهمين؟ انا بيتي بعيد عن المدرسة، ودي لا. طيب بكل مكان الناس تنخطف، مو بشيء جديد، يعني حياتنا توقف عشان سالفة واحدة؟ بنات وزوا جوالاتكم، الاستاذة بتسوي تفتيش مفاجئ. خل تيجي وتفتش بيدينا ورجلينا، اتحداها تلقين. ما بعلى كيفك تسحبين جوالي، والله لعلم امي خليت تدق على وزارة الشرطة. خلي تدرب على اللعبة لين يرجعون الهنوف جوالها. قومي جيبي لي كرتون شاني من البقالة، خلص اللي جبتيه. خلاص عاد، ما بيطلع بالليل، حرام عليك. نعم، ما سمعتك زين؟ أمس بغيت أحكي لي بسروالي وفي بنات جالسين ينخطفون، بعدين ضرب يجيك سكة. ما تربيتي، احمد ربك اني موافقة وابوك يسكنك عندي. كسر خيري، مو بزي امك اللي قطتك وناسيتك. خير، هي ما نسيتني، بس هي عندها اشغال كثير ووقتها ضيق. صدقين؟ اتفق مع امك، اشغالها اهم منك ومن درعك المعفن. ليش طلعتي من اللعبة؟ معليش، مو بالمود العب الحين. ليش؟ لا يكون صار لك شيء. لا ولا شيء، بس النت قطع. لو تحتاجين احد تفضفضين له انا موجود. لا ما يحتاج ادوخك معي، مخي حاسة اصلا ما اعرف من وين ابدا. ابدي من اول شيء، سهلة. تخيلي امس كله جلست بدون جوال، مخي فصل، جلست اسولف مع قطاوة الشارع، صراحة سولفهم فلة شوي. انا عكسك، كل امس على الجوال راسي مصدع جاية مواصلة. شكلك جلست تلعبين اللعبة المعفنة، ترى بطلوها، في لعبة ثانية طاحوا فيها. صح، تعرفت على واحد باللعبة كيوت مرة. وريني صورته. توقعت طفشة لاني اطفش، بس والله كان معطيني وجه مرة. ليش سنة طايح؟ بالعكس حلو انه واثق من نفسه ومبتسم بالصورة. الثقة بالنفس احيانا غلط ترى. دريتوا عن المصيبة؟ في بنت ثانية انخطفت وهي طالعة من مدرستها، شكل الوضع قاعد يتطور. اوف، وانت ما عندك الا هالاخبار اللي تسد النفس، فهمنا، في بنات ينخطفون، شو نسوي لك حفلة؟ احسن لك تنتبهين، لا تطلعين بالاخبار بكرة، قردة تختفي في ظروف معفنة.
حبيبتي أنت لو اختفيتي بيحطون الخبر بالمناسبات السعيدة. صح أني مهايطية وقوية، بس في أعماقي فتاة حساسة. طيب أنت قلتي عني قردة، قاعد نمزح مع بعض. أنا أوف أمك دقت وأبصرتني بهيارها، ناوي تشتكيني عند سفارة السعودية بالسعودية. المفروض ما سحبتي جوالي، لو سحبتني مع شعري بس يا بالمدرسة أهون علي. يا حليلها أمها تشيل همها. بسم الله، وش الصوت؟ سلامة، صار لكم شيء؟ انتي طاحت وشكل يدها انكسرت نصين، معك فلوس تساعدينها؟ لا حسافة، ما معي شيء، بس معي سندويشة فصحتي، ما اكلتها لو تبغينها. احنا نبي فلوس، بس يلا بنمشيها لك. محيدنا من العلم والعلماء، طلب نص الدوام، ليش طالعة من المدرسة؟ تبين اعلك بالجدار مع جدايلك؟ لا بس سمعت صوت، ولقيت بنت يدها مكسورة حاولت اساعدها. انتم يا النصابات مرة ثانية، كل يوم تنكسر يد اختك، سبحان الله. تعالي اقتل لكم خشومكم على المرأة الحرامية. خير، مجنونة انت تلحق الناس مساكين. يا غبية، هذول يسرقوك يا المدمغة. طيب انا راضية يلعبون علي، خلاص اش دخلك؟ لا 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 لا. مبسوطة خليتيهم يهربون، انا اوريكي مخصوم منك 470 درجة سلوك. تخيلي يمه ناوية تخصم مني 470 درجة سلوك. الحين مدرستك فوزية مو بناويين يجيبون طبيب نفسي يفحصها؟ قد جابوا لها طبيب نفسي بس تعب نفسيا وراح يعالج عند طبيب نفسي. يلا حبيبتي أنا مشغولة الحين. صح، لحظة، بكرة عيد ميلادك، شايك تجين عندي واسوي لك حفلة بسيطة. ودي بس مالي خلق اتناقر مع زوجة أبوك، تعرفين خلاص خلاص بجي بكرة أخذك ونروح نحتفل بمطعم، شو رايك؟ خلاص أحسن وأحسن، يلا باي. ها؟ أمين نرسل سنابة. ليش دائما أرسل لك صور وأنت ما ترسلين شيء؟ أخاف يحسبني ألعب عليه، خل أرسله. يا رب ما يجيني بلوك. جمالك جننين بسم الله عليك، لازم أقابلك ما علي. لا ما ينفع، تونا نعرف بعض. جالسة تكلمين عيالي الوسخة؟ يلا هذا صديقتي هنوف، كنت أتعلق على سنابتي. اها يعني هنوف غيرت اسمها الامين، حلو التغيير. بسوي لك اي شيء بس تكفين، لا تعلمين وانا بناقصه. لا شكرا، ما بي منك شيء الوسخه. شو اسوي يا ربي، اكيد بتعلم ابوي، وش بيقول عني؟ اخاف يكرهني او يفقع وجهي. شو اسوي؟ يما حلا تكلم ولد ترسل له صورها، اكيد بتخليه يدخل بيتنا. اخيرا طلعت على حقيقه القذره، خلي ابوها يرجع من السفر. يما انا احسن منها، صحي زباله. لا تقارني نفسك الحشرة، ما شفت مني شي حلا. تول بكلم امي عن موضوع امين، عشان لو عرف ابوي اقول لها ان امي تدري. اف يا رب ما تخرب طلعتنا اليوم بسبب هالموضوع. حبيبتي كنسلي الطلعة، زوجي يبغى يحتفل معي اليوم. اسفة يا قمر. سحبت علي، ما في شي جديد من بقى ما سحب علي. صح، لحظة، امين تبغى نتقابل الحين؟ طبعا اكيد، يلا برسلك موقع السوق. شكلي استعجلت، يمكن احسن ارجع البيت لمين؟ ما حد ينتظرني اصلا، وامين مسكين ترى كل اشغاله عشان يقابلني. وينه؟ هو قاعد يقابلني عند البوابه. هلا والله بالحلوين، جاي حالك؟ تحتاجين مساعده ولا شيء؟ لا شكرا، مو محتاجه شيء. ايش فيك متوتره؟ تعالي برا نشم هوا ونتفاهم. لا ما احب اشم هوا، ابي انكتم، خلوني بحالي خلاص. هلا اخيرا جيتي، جالس انتظرك. لو سمحتوا هذه اختي، ضفوا وجيهكم ليقوم بوكس. اطلع منها يا بزر لدعاس، احنا كلمناها قبلك. يمكن تصفقوني بس تراي احب اعوف، تبون نطاق قدام الناس ويجي الامن ونسوي سالفه. من زينة هالدبة ما وقفت الدنيا عليها. معليش ما انتبهت انك وصلتي، كنت على جوالي توقعت تدقين. اي عادي، اصلا توي واصلة هالدقيقة، لا تشيلها. شكرا انك ساعدتني تو، لان قلبي كان بيوقف. عفوا، ومرة ثانية خلي معك سلاح او تعلم من فنون قتال عشان تحمين نفسك. الله، شوف هالاسوارة مصنوعة يدويا، حلوة لو نشتريها لبعض. الله، 100 ريال. يلا معي فلوس التاكسي للرجعة. هلدك ما يحتاج، يمكن ما غسل يدينهم يوم يصنعونها. دامها عجبتك لازم اشتريها لك، ولا بكون تعيس بقية حياتي. الحبة الواحدة بمية ريال، يعني حسابك 200. تبغون شي ثاني؟ عندنا سجادة مصنوعة يدويا بالآلة. لا شكرا، ما نبي شي زيادة. تفضلوا. ما في احد قد يهتم فيني. زبائننا الكرام، ابواب السوق سوف تقفل قفلتين بعد 5 دقائق، لمصلحتكم اطلعوا بسرعة. اف حسافة،
كان ودي نطول، آسفة قلت لك نطلع بوقت متأخر. لا عادي، وفي حديقة جنب المواقف لو تبغين نجلس فيها شوي. هذه هي الحديقة. متأكد هذه حديقة للبشر مو للجن؟ لا صراحة ما شيكت. الله يا حفي، شكرا انك طلعت معي اليوم، نفسيتي كانت مرة تعبانة. وانا بعد كنت محتاج اغير جو اليوم. شكرا. ليه؟ ايش صار لك؟ ما ادري لو قلت لك قبل، بس اختي متوفية قبل 3 شهور وللحين الموضوع مأثر فيني. احنا جينا الحياة بعد بالوقت المناسب، اول ما تكون متضايق كلمني وفضفض لي. وانت بعد لو احتاجتي اي شيء كلميني. حول، شلون اربطها هذه؟ خليني اساعدك، صعب ربطها بيد واحدة. تمام كذا خلصنا التطقيم. أنا بحلمك، مستحيل شيء يخرب هاللحظة. بقفل باب البيت الساعة 1، لو بتتأخرين نامي عند أمك. يا الله، لازم أرجع البيت بسرعة لا تكشفني زوجة أبوي. تبغيني أرجعك؟ ترى سيارتي هنا بالمواقف. لا شكرا، ما أبي أورطك معي، بطلب أوبر. مستحيل أخليك ترجعين بهذا الوقت المتأخر مع أوبر، أخاف عليك. أوكي شكرا، أدري الطلعة كانت حوسة وورطتك معي. مستحيل تخليني أتعذب شيء واحد بحياتي. لا تشيلين هم، بنطلع كثير بالأيام الجاية ونعوض طلعة اليوم. هذه سيارتي، بنزلك بعيد عن بيتك شوي عشان ما تشوفني زوجة أبوك. اعتبري نفسك بسيارتي. متحمسة أسولف الهلوف بكرة. جالسين ساعة نستناكم، ما بغيتوا؟ أمين، خلنا أهرب بسرعة، إيش فيك جالس؟ لا لا تخافين، هذول أصدقائي. أمين، ليش الباب ما ينفتح؟ صدقين شكلي حطيت قفل الأطفال بالغلط. أنتي أسهل واحدة طاحت في يدينا، صدقين كلش ما تشكين بأي شيء. Ha 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 ha